السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد سيف النصر. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة رواق بوست. إن شاء الله في هذا الفيديو هنعمل مناقشة لكتاب جميل جدا ومليء بالنصائح والإرشادات القيمة، والكتاب هو بداية الهداية للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. كتاب صغير جدا لكنه ثقيل المضمون، يحمل من المعاني والأساسيات الكثير والكثير. وقبل ما ندخل على مناقشة الكتاب، مهم جدا انك تشوف الفيديو للآخر، لان في آخر الفيديو هتكلم عن الأشياء اللي معجبتنيش في هذا الكتاب. طبعا اسلوب الإمام الغزالي في الكتابة اكتر من رائع، وده في كل كتبه ومقالاته، وهذا الكتاب بالذات وأنت تقرأه تشعر أن الكلام موجه إليك، وفعلا روح وإحساس المؤلف بيفرق جدا في إيصال المعاني. ونلاحظ أن في كل كتب الإمام الغزالي فيها فن وجمال في اختيار أسماء وعناوين الكتب: الأربعين في أصول الدين، القسطاس المستقيم، محك النظر، ميزان العمل، فيصل التفرقة، منهاج العابدين، مشكاة الأنوار، المنقذ من الضلال، والمفصح بالأحوال، بداية الهداية. يعني في قدرة عجيبة على اختيار أسماء رائعة لكتبه ومعبرة جدا عن فحوى الكتاب. وبداية الهداية هو وقفة مع حياتك، وكيف تعيش مع نفسك، وكيف تعيش مع الخلق، وقبل هذا كله وقفات مع من خلقك. فهذا الكتاب الصغير يبدأ معك من أول لحظة في يومك وينتهي بك في آخر لحظة فيه. يحدثك الإمام الغزالي بحديث صادق يدخل مباشرة إلى القلب، وأسلوب سلس وغير معقد تشعر فيه بخصوصية النصيحة، وكأنه حي يجلس أمامك يعلمك مبادئ وسلوكيات المسلم، وكيف تزكي نفسك وتطهر قلبك من كل ما يشوبه من أمراض. فهذا الكتاب يعطيك الأساسيات التي تحتاج إليها كمسلم. وبداية الهداية هو كتاب صغير لا يتعدى 150 صفحة، وهو من الكتب التي كتبها الإمام الغزالي في أواخر حياته. فبعد أن انتهى من كتابة كتابه الكبير إحياء علوم الدين، كتب بداية الهداية كنوع من الاختصار لكتاب إحياء علوم الدين، وفي نفس الوقت كتيب صغير لمن أراد أن يعرف أساسيات دينه، أساسيات الإيمان والإسلام والهداية. فالكتاب يعتبر ملخص لما لا يسع المسلم جهله، وفي نفس الوقت بيعطيك نصائح وإرشادات ومواعظ جميلة. ويبدأ الكتاب بمقدمة قصيرة لدار النشر دار المنهاج، وبتذكر دار النشر أنها عثرت على مخطوطة لهذا الكتاب كتبت سنة 596 هجريا، يعني بعد وفاة الإمام الغزالي ب91 سنة. وهذه الدار لها عناية كبيرة جدا بكتب الإمام الغزالي، وأنا سأذكر في آخر الفيديو المشكلة الوحيدة والكبيرة اللي قابلتني مع هذه الطبعة. بعد المقدمة في ترجمة جميلة جدا للإمام الغزالي عن نشأته وطلبه للعلم، وأهم شيوخ وتلاميذ الإمام الغزالي، وأيضا عن قيامه بالتدريس في المدرسة النظامية ببغداد، والتحول المفاجئ من الشهرة إلى العزلة، والتجارب التي مر بها. عجبتني جدا ترجمة الإمام الغزالي، ترجمة جميلة جدا وفي نفس الوقت موجزة. بعد ذلك بيبدأ الكتاب بمقدمة صغيرة للإمام الغزالي بيبين فيها أهمية التعلم، وأن يكون القصد من العلم ابتغاء رضا الله والدار الآخرة. وقسم الناس في طلب العلم إلى ثلاث: رجل طلب العلم ليدخره زادا للمعاد، ورجل طلبه ليستعين به على حياته وينال به العز والمال، ورجل استحوذ عليه الشيطان فاتخذ علمه زريعة إلى التكاثر بالمال والتفاخر بالجاه وبكثرة الأتباع. فاعلم أيها الحريص على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة فيه وفرط التعطش إليه، أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك. فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة، وويل للعالم حيث لم يعمل بما علم ألف مرة. بعد المقدمة بيبدأ الكتاب نفسه، وقسم الإمام الغزالي الكتاب إلى ثلاثة أقسام: الطاعات والمعاصي وصحبة الناس. والتقسيم عبقرية جدا، لأن بعد ما أعرف حلالي وحرامي لازم أعرف إزاي هتعامل مع الناس. فهو أراد أن تكون البداية في الطاعات،
وتحدث في هذا القسم عن حياة المسلم من بداية يومه حتى خلوده إلى النوم، زي أداب الاستيقاظ من النوم والوضوء والغسل والتيمم وأداب الاستعداد لسائر الصلوات وأداب الدخول إلى المسجد والخروج منه وأداب الجمعة والصيام، وذكر أيضا في هذا القسم ما يتعلق بأداب الإمام. فالقسم الأول من الكتاب بيذكر فيه آداب وسلوكيات المسلم اليومية، أداب العبادات وكيفية أدائها على أحسن وجه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع بعض الإضافات الحسنة من الشيخ الغزالي رحمه الله. وأعجبني جدا كلامه عن توزيع الأوقات، فهو يرى بأنه يجب على المسلم أن يوزع أوقاته ويرتبها، فلا خط عشواء في حياة المؤمن. والجميل أنه في هذا الكتاب بيعطيك زي دليل إرشادي لكيفية تنظيم واستغلال وقتك. ولا ينبغي أن تكون أوقاتك مهملة فتشتغل في كل وقت بما اتفق كيف اتفق، بل ينبغي أن تحاسب نفسك وترتب وظائفك في ليلك ونهارك، وتعين لكل وقت شغلا لا يتعداه ولا تؤثر فيه سواه، فبه تظهر بركة الأوقات. وأما من ترك نفسه مهملا سدى إهمال البهائم، لا يدري بما يستقبل كل وقت، فتنقضي أكثر أوقاته ضائعة. فأوقاتك عمرك، وعمرك رأس مالك، وعليه تجارتك، وبه وصولك إلى نعيم الأبد في جوار الله تعالى. واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فلا يكونن نومك بالليل والنهار أكثر من 8 ساعات، فيكفيك إن عشت 60 سنة أن تضيع منها 20 سنة، وهو الثلث. في القسم الثاني من الكتاب تحدث الإمام الغزالي عن اجتناب المعاصي، فذكر المعاصي المتعلقة بالأعضاء 7 كالعين والأذن واللسان واليدين والرجلين. وبعد أن بيّن معاصي الأعضاء 7 اللي هي الجوارح، انتقل إلى تبيين معاصي القلب كالحسد والرياء والعجب، وذكر أنها أخطر من معاصي الجوارح، وتحدث عن كيفية اجتناب المعاصي بأسلوب تراوح بين الترغيب والترهيب. وبرأيي فهذا القسم من الكتاب من أجمل الأقسام الثلاثة. فحركاتك وسكناتك بأعضائك نعمة من نعم الله تعالى عليك، فلا تحرك شيئا منها في معصية الله عز وجل، واستعملها في طاعة الله تعالى. واعلم أنك إن قصرت فإليك يرجع وباله، وإن شمرت فإليك تعود ثمرته، والله غني عنك وعن عملك، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة. واعلم أن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية، ويهون عليك أمرها، ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة لإلفهم لها، ولو رأوا خاتما من ذهب أو ملبوسا من حرير على فقيه لاشتد إنكارهم عليه، والغيبة أشد من ذلك. في القسم الأخير من الكتاب تكلم عن آداب الصحبة مع الخالق ومع الخلق، وكيف نتعامل مع الله عز وجل، وكيف نتعامل مع الناس بطريقة تقربنا في النهاية من الله. ويرشدنا في هذا القسم إلى منابع التربية الصحيحة المتوازنة بين الله سبحانه وتعالى والنفس والناس. اعلم بأن الأخوة 3: أخ لآخرتك فلا تراعي فيه إلا الدين، وأخ لدنياك فلا تراعي فيه إلا الخلق الحسن، وأخ لتستأنس به فلا تراعي فيه إلا السلامة من خبثه وشره. والناس 3: أحدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه، والآخر مثله مثل الدواء يحتاج إليه من وقت دون وقت، والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج إليه قط، ولكن العبد قد يبتلى به وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع معه، فتجب مداراته إلى الخلاص منه. في كل قسم من الأقسام 3 من الكتاب يعلمنا الإمام الغزالي الممارسة الصحيحة لكل طاعة، وينصحنا ويرشدنا إلى بداية الهداية. وأجد أن نصائح الإمام الغزالي قيمة للغاية رغم بساطتها في الطرح،
إلا أنها عظيمة جدا تستحق منا الالتزام بها. وعجبني جدا الشكل الرزين والمرتب للكتاب بشكل يجعلك تتذوق الأمور التعبدية. وبالنسبة لي فكتب الرقائق والمواعظ القديمة زي كتب ابن القيم مثلا أجدها أكثر صدقا وإقناعا من كتب رقائق المعاصرين. وفي ختام الكتاب أضاف المحقق كتيب عقيدة الإمام الغزالي وشرحها، وكانت هذه الإضافة بالنسبة لي غريبة جدا كونها مختلفة عن الموضوع الأساسي من الكتاب. وبرأيي فإن هذا الكتاب لا فائدة من قراءته مرة واحدة وتركه على الرفوف بين الكتب. لذلك من أراد أن يحصل النفع من هذا الكتاب فليقرأه دائما. خلي دايما هذا الكتاب رفيق لك وقريب منك، وأرى أن من المهم جدا اقتناء نسخة ورقية من هذا الكتاب. طب إيه الحاجات اللي معجبتنيش في هذا الكتاب؟ أول شيء لاحظته هو كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الكتاب بشكل كبير، وحاجات مذكور إنها من السنة، على سبيل المثال صيام يوم أول الشهر ويوم أوسطه ويوم آخره، وأنا ملقتش أصل لهذا الكلام. وبعض الأداب اللي تكلم عنها الإمام الغزالي لم أجد ما يثبتها في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. والمشكلة إن الإمام الغزالي اعتمد بشكل أساسي على بعض هذه الأحاديث الضعيفة. عشان كده وانت بتقرأ في الكتاب ضروري جداً انك تبص على الحواشي اللي موجودة اسفل الصفحة، هتلاقي فيها الاشارة الى الاحاديث الضعيفة. ومهم جدا لو هتقرأ او هتشتري هذا الكتاب انك تختار طبعة معروفة ومحققة تحقيق كامل. وهنا عايز اتكلم على المشكلة اللي قابلتني مع هذه الطبعة، بالرغم من انها فوق الممتازة حرفيا في كل حاجة، الا ان المشكلة كانت عند تخريج الاحاديث. فيذكر لك تخريج الحديث بدون ما يقول لك حكم الحديث، هل هو ضعيف ولا صحيح. المتخصص في علم الحديث ممكن يعرف اذا كان حديث ضعيف ولا لا، لكن لو حد عادي زيي مش هيعرف الا اذا بحث عن كل حديث وشاف الحكم بتاعه. وهذا الموضوع ارهقني جدا في قراءة هذا الكتاب، بقيت ببحث عن كل حديث عشان اشوف الحكم بتاعه، وانا مش عارف ليه المحقق تجاهل انه يكتب حكم الحديث. يعني ايه اللي انا استفدته كقارئ عادي لما انت كتبت التخريج بدون ما تقولي الحكم؟ وليه اللجنة العلمية بمركز منهاج اغفلت عن هذا الامر؟ ومش عارف اذا كان هذا الموضوع موجود في كل كتب دار منهاج ولا لا. ياريت لو حد عنده اي كتاب من دار منهاج يكتب لنا في التعليقات تحت عن هذا الموضوع. وعلى كل حال لمن سيقرأ او سيقتني هذا الكتاب، قبل ما تقرأ الكتاب بص الاول على الحواشي وشوف المحقق كاتب حكم الحديث ولا لا، لان الكتاب فيه احاديث ضعيفة كثيرة. ونقطة كتابة حكم الحديث في الحواشي انتبه لها في اي كتاب انت تقرأه. وشكرا فعلا لكل محقق بيكتب حكم الحديث في الحواشي، عرفت فعلا قيمة هذه الاضافة لما قرأت هذا الكتاب. النقطة التانية اللي معجبتنيش في الكتاب كلام الامام الغزالي عن الصمت وعدم الدعاء على الظلمة. فمثلا بيقول احفظ لسانك عن الدعاء على احد من خلق الله تعالى وان ظلمك، وكل امره الى الله تعالى، ففي الحديث ان المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يكافئه، ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالبه به يوم القيامة. وطبعا هذا الحديث اللي بنى عليه الكلام حديث ضعيف مكذوب، وكان من المفترض ان المحقق يبين لنا ويكتب لنا تحت في الحواشي ان ده حديث ضعيف مكذوب. النقطة الثالثة اللي معجبتنيش في الكتاب هي الاستغراق في فكرة العزلة التي أصل لها الإمام الغزالي. نعم للعزلة فوائد، ولكن بالنسبة لي لا أحبذ فكرة الاستغراق زائد عن الحد في العزلة، وأرى فيها نوع من التهرب. في النهاية هذا الكتاب رائع فعلا، وهو من أنفع الرسائل التي قرأتها، والنصائح اللي فيه قيمة للغاية، وهو اسم على مسمى بداية الهداية. وأنت بحاجة إلى قراءة هذا الكتاب وتطبيق ما جاء فيه حتى تصل إلى المقصود الأعظم، وهو تزكية النفس وتربيتها. لكن انتبه جيدا إلى الأحاديث الضعيفة الموجودة في هذا الكتاب، وأسأل الله لنا ولكم الهداية والصلاح. وشكرا جدا على المشاهدة، وحابب أعرف تعليقاتكم وأراءكم بخصوص هذا الكتاب. أراكم قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم. فهذا القدر يا فتى يكفيك في بداية الهداية، فجرب بها نفسك، فإنها ثلاثة أقسام: قسم في أداء الطاعات، وقسم في ترك المعاصي، وقسم في مخالطة الخلق، وهي جامعة لجمل معاملة العبد مع الخالق والخلق.